السلام عليكم ورحمة الله. أكو مشكلة يعانون منها الطلاب اللي هي بالأسئلة يجينا الفعل بين قوسين ويقول له صحح الفعل، دورات يقول له بالزمن، دورات يقول له استنتج هذا الزمن من خلال يقول له correct the فعل. زين الطلاب منها شو راح تسوي؟ راح توقع بحيرة. لذلك راح اليوم نشرح، نحاول نشرح كل الأزمنة في المرحلة الإعدادية، لكن طريقة سهلة ومبسطة فيما يخص هذا التمرين. عندنا الفعل يقسم إلى عدة أنواع. أكو فعل نخلي له S، فعل يكون مجرد، فعل نخلي له ING، فعل يكون ماضي، وفعل تصريف ثالث. جيد، خلينا ناخذ الفعل اللي بي S. الفعل نخلي له S إذا إجا قبله هي وشي أو إت. مع ذلك لازم نتأكد من الظرف. الظرف يجب أن يكون يا إما every أو ظروف التكرار. فإذا لقينا every أو ظروف التكرار مع الهي والشي والإت، فالفعل هنا راح نخلي له S. هاي واحدة. زين، عندنا الفعل يكون مجرد. يمتى الفعل يكون مجرد؟ الفعل يكون مجرد إذا إجا قبله I, you, we, they. الفعل يكون مجرد إذا إجا قبله I, you, we, they. مع ذلك نتأكد من الظروف. الظروف اللي تجي وياها هي every زائدا ظروف التكرار. طيب عندنا فعل نخلي له ing. يمتى الفعل نخلي له ing؟ إذا لازم نخلي قبلها is و am و are. ال is وال am وال are يجي بعدها فعل ب ing، لكن عندنا ظروف. الظروف اللي هي now at the moment at the present. طيب ونقدر أيضا نخلي للفعل ing إذا إجاني قبله have been و has been. الظروف مالت ال have been وال has been إذا إجتني وياها since وال for. وعندنا الفعل نخلي له ing أيضا إذا إجا قبل ال was وال where. ال was وال where والظروف مالتها اللي هي past, last, ago, yesterday. الفعل نخلي له ed، الفعل نخلي له ed في حالة الماضي يجي قبل الفاعل. الفاعل اللي هي I, he, she, you, we, they, it, you. هنا لكن علينا نتأكد من الظرف. الظرف اللي هي past, last, ago, yesterday. طيب الفعل يكون تصريف ثالث. التصريف الثالث بالنسبة للطلاب صف الخامس إعدادي يراجعون صفحة 112، وبالنسبة للطلاب صف السادس إعدادي يراجعون صفحة 84 حتى يحفظون الشواذ للتصريف الثالث. إذا كانت الكلمة مو من الشواذ فراح تخلون للفعل إيدي حتى يصير تصريف ثالث. التصريف الثالث يجي قبله has, have، يكون الظروف مالتها اللي هي yet في حالة النفي، just, already, never في حالة المثبت، و ever في حالة الاستفهام. بالنسبة للهاد، بالنسبة للهاد يجينا وراها تصريف ثالث همت إذا عندنا الظروف yesterday, past, last, ago. طيب ناخذ هسه مثال، ناخذ هسه مجموعة أمثلة حتى نعرف. We see the birds every day. هذا see، الكلمة see نحط لها S sees، أو البقية نفسها see نحط لها ing seeing، مع العلم أنه هذا see ما تأخذ ing، نسويها ماضي so لو تصريف ثالث seeing. هنا خلينا نتأكد من الظرف.
عندنا الظرف every. هذا ال every يجينا مع المضارع البسيط. المضارع البسيط إذا عندنا وي الفعل يبقى نفسه سي. طيب مثال آخر. She closed the door now. طيب الفعل شو نخلي له؟ نخلي له اس، نخلي له ing، نتركه مثل ما هو، لو نخلي نسوي ماضي لو تصريف ثالث. هنا لازم نتاكد من الظرف، الظرف عندنا ناو، اذا الفعل راح نخلي له ing closing. الاي ان جي يجي قبلها شنو؟ is و am و are. طول الكهرباء لكن نكمل. is و am و are. انا عندي شيء تاخذ ال is. she is closing. مثال آخر. we read the story for 2 hours. هنا هاي الريد شو خليها؟ نخليلها اس فعل مجرد، حولها ماضي، او نخليها تصريف ثالث، او نحط لها اي ان جي. نجي نشوف الزمن، الزمن عندنا فور، الفور تجينا مع المضارع التام المستمر، يعني الفعل نخلي له اي ان جي ريدنج زائدا هاف بن. طيب عندنا مشكله بالماضي، الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام، هذين ثلاثتهن الظروف مالتهن واحد. الظروف مالتهن past, last, ago و yesterday. بهاي الحالة ايش راح نسوي؟ إذا كانت النقطة من جملة واحدة، مثلا I play football yesterday، جملة واحدة. هنا تعامل بسيط، يعني الفعل نخلي له ايدي. I played football yesterday. لكن إذا كانت النقطة من مقطعين، يعني نقطة بها جملتين، هاي الجملتين راح يتنوع إلى أدوات الربط. إيش عندنا من أدوات الربط؟ عندنا when و and. ال when وال and يجي قبلها مستمر ووراها بسيط. عندنا ال while والas. ال while والas بالعكس، قبلها بسيط ووراها مستمر. طيب مثال، I find the ring while they look for it last week. هنا ما دام عندنا last معناها ماضي، بس إذا تنوعت الجملة بها مقطعين، بها جملتين، زين راح نخلي شنو؟ راح نتنوع لأدوات الربط. أداة الربط اللي عندنا هي while. مثل ما سولفنا من ساعة، ال while يجي قبلها بسيط ووراها مستمر. إذن راح تصير I found. الفايند راح يصير مضارع بسيط. المضارع العفو ماضي بسيط. الماضي بسيط مثل ما قلنا صف سادس يتنوعون صفحة 84 وصف الخامس يتنوعون صفحة 112. هل هذه الكلمة من الشواذ؟ نعم من الشواذ. إذا نخليها ماضي found. الوايل يجي وراء مستمر، ماضي مستمر. اللوك بالمستمر، اللوك نخلي له ing looking، قبلها يا اما was او where، عندنا they تاخذ where. طيب بالنسبة للهاد
وهذا راح نسوي عليه محاضرة كاملة. وشكرا جزيلا.